السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرخص شقة متشطبة ادفع 250 جنيه قسط شهري واحصل على وحدة من الإسكان. خليكم معانا بنشوف الخبر المهم ده. بدأت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بعد أن أتاحت شراء الكراسات لذوي الاحتياجات الخاصة بداية من 8 أغسطس الجاري، على أن يستمر التقديم حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، ويتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية ومن خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية. وصلت أسعار الشقق لمحدود الدخل إلى 164 ألف جنيه فيما سجل القسط الشهري ما يقرب من 250 جنيه على مدة سداد تصل 30 سنة، حيث تتواجد شقق محدود الدخل في الإسماعيلية والمنيا والشرقية وسوهاج وعينة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء ودمياط. وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون من 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه للأسرة والحد الأدنى 1200 جنيه، وذلك وفقا لكراسة الشروط. كما سجلت أسعار الشقق 90 متر 184 ألف جنيه و197 ألف جنيه و310 ألف جنيه، ويوجد تفاوت في الأسعار نتيجة لجاهزية الوحدات وأماكنها في المدينة. وعن نظام الأقساط، يوجد نظامان للسداد، الأول عبارة عن سداد أقساط شهرية ثابتة طوال فترة التمويل بفائدة 3%، والثاني سداد أقساط شهرية بفائدة 3% وبزيادة سنوية 7% إذا كانت مدة التمويل 30 سنة، وبفائدة 3% يكون القسط الثابت 700 جنيه حتى 823 جنيه. أما القسط المتغير بزيادة سنوية 7% يكون القسط 250 جنيه حتى 300 جنيه طوال مدة التمويل التي تصل 30 سنة، وكلما قلت مدة التمويل ارتفع القسط الشهري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.